من الستينات معمل لاكلوك مشهور وغني عن التعريف. اسأل ميدان عابدين واسأل تلاقيه في حارة اسمها بوليف، ليمون مخلل وزيتون ايه زي الكتاب، ما فيهوش غلطة. مين فينا ما بيحبش ياكل مع ترشي أو مية سلطة؟ ده مجرد إن إحنا نشوفهم على الأكل بس ما بنصدق، ناكل عشان نفسنا تفتح وكله بيحب يحد. زي حضرتك يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك، نورانا. أستاذ محمد لاكلوك، أنتم محلكم محلات لاكلوك من أشهر محلات المخلل هنا في عابدين. يعني من أقدم وأشهر، يعني من ناحيتين. من أقدم ومن أشهر. بالظبط. بقاله كام سنة المحل ده؟ يعني إحنا تقريباً من سنة 65 بالظبط يعني. 65؟ آه. ده محل والد حضرتك؟ والدي، بالظبط. هو اللي ابتدى قصة المحل. هو اللي ابتدى وهو اللي بدأ الفكرة وهو اللي إحنا نميناها بعد كده، لكن كانت البداية الصراحة ليه هو اللي الفكرة كانت فكرته، وكانت الحاجات دي زمان قليلة قوي. إشمعنى جاله فكرة المخلل يعني؟ ما هو اشمعنى دي احنا ما بنعرفش الفكره جات له ازاي. انا طلعت التنفيذ موجود والفكره موجوده ومتنفذه. جات ازاي الفكره دي بقى؟ لا بالظبط ما تعرف. لكن انت في عابدين طول عمرك هنا يا استاذ محمد؟ زي ما قلت لحضرتك احنا من 65 يعتبر، ومن ساعتها احنا ما سبناش عابدين خالص. انت ليك اخوات ولا انت الوحيد؟ احنا ثلاثة. وانتوا الثلاثة في المحل هنا؟ الثلاثة في المحل. انتوا الثلاثة في المحل. وأسركوا هنا في عابدين؟ كلنا ساكنين في نفس المنطقة، ما بنعرفش نسيب المنطقة خالص. يعني عايز أقول لحضرتك يعني سبناها فترة وما عرفناش نعيش بره خالص. رحت فين؟ رحنا فترة كنا قاعدين في الهرم فترة ورجعنا تاني، يعني ما عرفناش نقعد بره خالص يعني. فبتقول لي أنت المنطقة دي حبيتها عن الهرم أو عن المناطق الحديثة، عيالك عايزين يخليهم هنا؟ لا، هي دي المشكلة، ولادنا رافضين المنطقة هنا خالص. كله بقى اللي عايز يطلع المناطق الجديدة اللي حضرتك عارفاها طبعًا، اللي عايز يروح الشيخ زايد واللي عايز يروح التجمع وكده، لكن احنا مش شايفين غير المنطقه دي خالص، هي دي عشقنا فيها. ومراتك رايها نفس الراي ولا انت بس؟ لا، المدام عندي نفس القصه برضه، حابه السيده. لا، حابه السيده. السيده انما وعابدين طبعا، انما الجيل الجديد كله هو اللي ايه باصص طبعا للمناطق الجديده اللي طالعه يعني. انت مين عيالك يا استاذ لاكلوك؟ انا معايا يوسف ويارا ويحيى. ومين أكبر حد عنده كام سنة؟ أكبر حاجة يارا عندي 24 سنة. لا، دي عايزة تمشي أكيد. دي ماشية خلاص، رايحة خلاص يعني، ماشية كده كده يعني. خلاص. وهم كلهم بالاسم ده، اسم عيلتكم فعلا ولا اسم شهرة لاكلوك ده؟ لا، ده اسم العيلة زي ما قلت لحضرتك، إحنا أصلا من الصعيد. فبرضه ده اسم العيلة من أيام المنشاف سوهاج. طلعنا لينا ده اسم العيلة. أنت من المنشاف؟ من المنشاف. بالظبط كده. وهم اسمهم لاكلوك، والعيله نفسها هناك في المنشاه كلها اسمها لاكلوك، جذور العيله كلها في المنشاه عندنا. احنا خدنا فرع منها وقعدنا في عابدين والسيده هنا، ده كان ولاكلوك نسبه لايه برضو؟ دي يعني المعلومه مجهوله، حاجه برضو ما تعرفها. المعلومه مجهوله خالص يعني، جت ازاي برضو الله اعلم بقى. لكن انت مواليد سنه كام يا استاذ محمد؟ انا 66. 66. انت من وانت عندك سنه وهم بينشئوا المخللات، وما فكرتش لما كبرت كده تشتغل في حاجه تانية بدل المخلل؟ والله لقيت نفسي مش عارف اشتغل غير فيه. بتحبه قوي؟ انا يعني افكر في 100 فكره ابص اقارنها بالشغل بتاعي، لا انا مش عارف اشتغل غير الشغل بتاعي. واخواتك نفس الوقت؟ احنا الثلاثه نفس القصه يعني، كلنا بتجيلنا افكار كتير لكن كلها مجرد افكار مفيش تنفيذ فيها يعني. تطور بقى في المهنه بس، ده يعني كانت اقصى طموحنا يعني فيها. حلو قوي جدا، بس زي ما قلت لحضرتك هي الفكره ان اولادنا هم اللي مش ماشيين معانا، مش هيكملوا. مش ماشيين معانا على نفس الخط يعني. بس انت بتطور فيها ايه يعني؟ في انواع معينه بقى، اصناف معينه بتطور فيها؟ شوفي حضرتك، كان زمان نخلي مجرد اربع انواع بس، لفت، جزر، فلفل، خيار، بس هي دي الأساسية، والزيتون. احنا بقى دخلنا حاجات كتيرة بقى بعد كده. الزيتون ده نفسه كصنف اتعمل منه أربع خمس أنواع تفرع منه. هتعرفني على صنايعي من القدام عندك يفرجني بقى الأصناف طبعا والأشكال والمعرفش طبعا ايه. طبعا. طب في مواسم بيع أكتر من غيرها؟ يعني طبعا رمضان لا خلاف عليه، رمضان طبعا رمضان موسم بقى كل طبعا حاجة. الموسم بتاع، بس الموسم الثاني اللي بعد رمضان بالنسبه لنا العيد الكبير. العيد الكبير؟
عارفه اللحمه والكلام ده وكده، فالفته وكل ده اهو اساسا محتاج. شم النسيم لا 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 لا، احنا اعداء احنا وشم النسيم. انت وشم النسيم ما تجتمعوش. لا يمكن، عشان الاكل اصلا مالح فهي مش ناقص ملوح. ما نتحطش على ترابيزه واحده تماما يعني. فعلا المخللات والفسيخ دول لا يجتمعوا في المكان. بالظبط يعني. طب اسمه ايه الصنايعي اللي عندك اللي هتعرفني عليه؟ عند محمد. عم محمد أجي لك يا عم محمد تعرفني على الأصناف والأشكال؟ وانت خارج من حارة أبو الليف هيقابلك شارع الحنفي، أشهر شوارع عابدين، واللي أول ما تدخله هتحس بحالة روحانية من نوع خاص. ده لأنك هتبدأ الشارع بسبيل داوود باشا وعليه الآية الكريمة عيناً فيها تسمى سلسبيل. في الجهة المقابلة للسبيل هيلفت انتباهك جامع كبير للشيخ صالح أبو حديد، كان أمر ببنائه الخديوي إسماعيل، له 6 أبواب، كمان له قبة من الخارج مصنوعة من الخشب مدفون تحتيها الشيخ صالح. جنبه على طول جامع السلطان الحنفي اللي بناه الشيخ شمس الدين أبو محمود الحنفي، وله 4 وجهات حجرية. لجامع الحنفي مأذنة مميزة بتتكون من قاعدة مربعة كبيرة ليها 3 دورات بتنتهي ب4 رؤوس مضلعة مبنية على 4 قباب اسطوانية من الحجر. عم محمد مريني حضرتك، انت بقالك كام سنه بتشتغل مع الاكلوك هنا في المحل؟ بقالي حوالي بتاع 30 سنه كده. 30 سنه؟ 30 سنه. شكلك صغير يا عم محمد. ليه انت عندك كام سنه؟ انا عندي 45 سنه. فانت هنا من وانت عندك 15 سنه؟ وانا عندي 15 سنه. ناس تمام ومربيني ومتربي معاهم يعني من 30 سنه. وتعلمت الصنعه دي؟ وتعلمت الصنعه بجميع انواعها. انت اصلا من هنا يا عم محمد؟ انا اساسا من السيده. من السيده؟ اساسا من السيده زينب. واهلك قالوا لك الناس دي طيبين روح اشتغل معاهم؟ اخويا الكبير كان شغال معاهم فلقاهم كويسين فخدني معاه، فانا كملت بقى معاهم فلقيتهم يعني ناس، حسيت ان هم اهلي مش ناس غريبه عليا بحيث ان انا اسيبهم واشتغل شغلانه ثانيه. فانت كانك شغاله مع اهلك طبعا، صحكتك. تحس ان انت من العيل طبعا. هم الثلاثه علاقتك بيهم كويسه؟ علاقتي بيهم انا الاهل ده هم اللي مربيني، اخواتي الكبار. هم اخواتك؟ طبعا. بعدين انا بفتخر بيهم في كل حته يعني، وبتشرف بيهم في كل حته. ناس تشرف يعني، ناس يعني محبوبه، الناس تحبها. ايه اللي يخلي الناس يا محمد في المناطق الشعبيه يستجدعوا حد وما يستجدعوش؟ من المعامله الواحد لما بيتعامل وبيقع في، طبعا المواقف هي اللي بتبين الحلو والوحش، فالناس ما كانوش بيسيبوا اي حد في اي موقف يعني الصراحه، فعشان كده هو الواحد استمر معاهم المده دي كلها. دلوقتي انا يعني انواع كتير قوي من المخلل قدامي، بس في حاجات انا عمري ما شفتها. يعني الاول الاصناف العاديه نقول عليها، يعني ده جزر، ده بصل، في لفت، في خيار، في فلفل، في لفت اللي جوه، في خيار وفلفل، وفي فلفل مكسيكي، وفي فلفل بلدي، يعني فلفل انواع. ده اللي هو الهالوبينيو ده؟ لا غير الهالوبينو. الهالوبينو ده وضع، والفلفل المكسيكي وضع، والبلدي وضع. الهالوبينو اللي هو اجيبه لحضرتك، الهالوبينو اللي هو دوت اللي هو شرايح كده، اللي هو شرايح ده الهالوبينيو. ده الهالوبينو بيتحط على بيتزا، على بيتحط على بيتحط على المكرونه البشاميل لو حد عاوز يعمل عايزه مشطشط. وده الفلفل البلدي بتاعنا؟ لا ده الفلفل المكسيكي. الفلفل البلدي الفلفل البلدي محطوط في البرطمانات الكبيره. واغلب الناس بتحب البرطمانات المشكله دي، ولا اغلب الناس بتاخد مثلا لفت لوحده وخيار لوحده؟ لا هو طبعا المشكل عشان بيبقى فيه كل حاجه طبعا، ده بيبقى بقى حسب التذوق بتاع البني ادم، اللي هو بيبقى عاوز حاجه لوحدها، حاجه معينه بيحب حاجه، بيحب حاجه معينه فبياخدها. امال الخيار اللي هو البسيط ده اللي بنعمله في بيتنا ياخد قليل؟ ده لا، ده الخيار العادي. ده الخيار البلدي اللي هو ده الخيار العادي. ده بتخلله كل قد ايه؟ لا في يعني على حسب يعني، الخيار دوت بيتخلل يعني مثلا كل سنه او كل موسم. الخيار؟ الخيار طبعا. ده انا بعمل في بيتنا سريع جدا. وفي ما هو يعني ايه، الخيار انواع يعني، في مرحله اللي انت حضرتك ممكن تاكليه وهو لسه نص سوا، وفي حضرتك لو انت عاوزاه يقعد مده طويله معاكي فبتخلي كل حاجه وليها بطريقه تانية.
كل حاجه ليها نسبه ملح معينه بحيث ان انت تقدري تحفظي على الحاجة. يعني مثلا اللي هيقعد سنه ده يبقى ملحه اكيد وخله اخف من اللي انا هاكله في 4 5 ايام؟ لا بالعكس. العكس. العكس طبعا. ازاي بقى؟ العكس، لان الخيار اللي انت هتاكليه حضرتك على طول ده بيبقى ملحه خفيف. ده بيستوي على طول فملحه خفيف، فالتاني اللي انت هتقعديه معاكي فتره طويله ده بياخد وقت، فلازما ليه عمايل مخصوصه اللي هو بياخد ملح، كميه ملح كتيره بحيث اللي هي تقدر تحافظ على الحاجه اللي هي تقعد معاك. ايه تاني بيخش في المخلل؟ يعني الجزر ده لما تقطعوه كده تحط فيه ايه عشان يتخلل كده؟ لا هو الجزر بيتعمل سليم، بيتخلل سليم، بعد كده بيتقطع، بعد ما بيتخلل بيتقطع. انت بتخلله سليم؟ بنخلله سليم، وبعد ما بيخلص فتره تخليله في السليم فبتاخد الصناعيه بتروح مقطعاه. يقعد قد ايه مثلا عشان يبقى جزر زي بتاع زي اللي انت بتبيعه ده؟ لا ففي بيقعد فتره طويله عشان خاطر اللي هو يتخلل، ما هو موسم، يعني النهارده موسم الجزر، فلازم عشان خاطر انا اطلع جزر لا اما اديله نسبه ملح كتيره، لا اما لو انا عاوز اخلله للسنه الجايه فبديله برده نسبه ملح معينه. كل حاجة فليها. وانت شاطر في الحاجات دي يا عم محمد، دي شغلتك. 30 سنة فيها فحافظها من الألف للياء يعني، فأنا في موضوع طب تاني. طب الزيتون يعني مثلا الزيتون ده والزيتون ده عندك كام صنف زيتون وإيه هم؟ عندي زيتون تفاحي. ده زيتون أخضر تفاحي. وعندي زيتون كلاماطة. ده كلاماطة؟ ده كلاماطة. وفي مال الكلاماطة اللي أنا أعرفه أسود عندك. في ما هو الكلاماطة في كذا أنواع، يعني الكلاماطة بكذا نوع مش نوع واحد، وفي عندي زيتون اسمه زيتون دولسي. دولسي. في دولسي بس مش موجود دلوقتي حاليا، هو عامل زي الكلاماطة بس أخضر. ممكن أهو موجود ده سايب. ده الزيتون. صغير ده. ده الزيتون الدولسي. ده بيبقى ليه طعم برضه تاني وليه يعني قريب من الكلاماطة، يعني هو ده تاني درجة للكلاماطة. فالزيتون الكلاماطة أغلى يا عم محمد. طبعا الكلاماطة سعرها غالي عن الزيتون العادية. يعني ده كيلو بتاعه أغلى من الزيتون، أغلى من الزيتون الأخضر وأغلى من الزيتون الدولسي، لأن كل حاجة ليها كل حاجة درجات، يعني كل حاجة وليها درجات. وبتجيبوا الزراعة دي منين؟ يعني تشتري زيتونك منين وتشتري بصلك منين؟ تشتري منين؟ كل ده في تجار إحنا بنتعامل معاها، فبيجيب لنا كل موسم يعني موسم الزيتون فبيجيبوا لنا التجار بتاعة الزيتون بتجيب لنا الزيتون، موسم البصل بيجي لنا برضه التجار بتاعة البصل بتجيب لنا الشغل. فكل موسم فليه الناس بتاعته. فبتجيب الحاجه بتاعتها واحنا طب انا لقيت اصناف انا مش متعوده عليها، يعني ده ايه مثلا؟ في السنه دي احنا عاملين لارينج. ده لارينج؟ ده لارينج. انا ينفع ادوق الحاجات دي؟ اتفضلي اتفضلي. لارينج ده انا اسمع انه مربى، يعني ما اعرفش انه لا خلل. ده لارينج بيتخلل وبيتاكل ده، يبقى كان في زمان الناس بتحط اللارينج ده في الجبنه القديمه. انا اول مره اسمع عنه في حياتي. لا اللارنج على طول معروف، اللارنج ده كان بيبقى في الجبنه القديمه. ده عارف القطنه ما بتكدبش بتاعت مدام نظيفه، ده العيش الناشف ما بيكدبش. بس دي حته كبيره جدا وانا مش هعرف اقطعها. كل نصها يعني خدي حته على قد نفسك. خدي على حته. انا هتصرف. طب عندك ايه اصناف ثانيه غريبه؟ عندي جديد مانجا. مانجا عاملين مانجا مخلله، ده الجديد بتاعنا. وعندنا حمص وعندنا ترمس. ده شيء خرافي بقى الف انا وشفا. والله العظيم جميل جدا. ده ما تلاقوش غير عند لاكلوك بس. وحياة ربنا خرافي. الف انا وشفا. طب ايه موضوع المانجا ده؟ في عندنا مانجا جديده. ده؟ دي مانجا. مانجا مخلله. ده الجديد السنه دي ان شاء الله في رمضان. وان شاء الله هيعجب الناس. مين يعني؟ مين اللي علمكم؟ انا اعرف ان الجماعه الهنود عندهم حاجه اسمها تشاتني. مانجو تشاتني بيحطوه بيطبخوا حطوه على الرز وبياكلوه. لا كل حاجه وليها طريقتها، وكل يعني كل حاجه وليها طريقتها. يعني المانجا دي بتخلي، احنا كنا ساعات بنخلل الفاكهه، يعني في فاكهه فواكه بنخللها. دي حادقه قوي عليا قوي. ما هي لازم تبقى حادقه عشان خاطر المانجا لازم بتاخد نسبه ملح عاليه عشان خاطر لا تتحفظ. بس لا هي ممكن اللارنج هو الخرافي كسب معايا. اللارنج طبعا طبعا بالف انا وشفا. والدولسي والزيتون الدولسي. وحضرتك في ترمس من وفي امتى بقى في ترمس وحمص عند بتاع المخلل؟ دي حاجه جديده بقى احنا عاملينها عشان خاطر رمضان. دي استحدثتوها انتوا؟ دي احنا عملناها بنطور من شغلنا طبعا. احنا عارفين الترمس والحمص ده طبعا بيتاكل زي اللب وزي التسالي، فده برضو نوع من انواع التسالي. فحلو ان انتوا هنا في لاكلوك بتطوروا نفسكم وتشوفوا السوق عايز ايه وتعملوه. طبعا احنا لازم كل وقت للتاني لازم نطور نفسنا، اصل اسم لاكلوك اسم كبير يعني مش صغير، فعشان خاطر كده لازم اللي هو يتعرف باستمرار، يبقى عند الناس باستمرار، ما ينفعش اللي احنا نفضل على مستوانا. بتحب الصنعه يا عم محمد؟ طبعا حياتي. فالصنعه دي اسمك ايه انت؟ ترشاجي؟ طبعا ترشاجي. محمد ترشاجي. دي حاجه اتشرف بيها طبعا. طبعا 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 حاجة جميلة. وتحب الصنعة؟ لازم طول ما حضرتك لو في أي صنعة الواحد يحبها، فالصنعة طول ما البني آدم بيحبها تديله.
ما ينفعش البني ادم يكون شغال عشان خاطر مادياته بس، لا لازم تحب الصنعه طبعا عشان تعرفي تطوري منها. مش هبقى شاطر فيها ومش هعرف اطور منها، فلازم اكون كل ماده كده اللي انت تطور من نفسك، الاقي حاجه جديده اللي انا اشكلها، الاقي حاجه جديده اللي انا اعرضها. انا عايزه بقى اكلم استاذ محمد اشوف هو نفسه ايه، طموحاته ايه، نفسه يعمل ايه، اما ادور عليه. حتتكوا جميله يا محمد. بص حضرتك حتتنا دي احنا عاملين فيها زي السمك اللي ما بيعرفش يطلع من الميه. ليه ما تروح التجمع؟ مش نافع ولا تجمع ولا زايد ولا اي حاجه خالص، بعد عابدين والسيده ما تلاقيش خالص تماما يعني. فعلا بعد عابدين والسيده ما تلاقيش تماما. السيده حط تحتيهم 100 خط ما فيش بس كده. اصل القاهره كلها واصل جدادنا واصل يعني هي اصلنا كلنا الصراحه يعني. طب انا عايز اقول لك على حاجه عندنا فعلا دي حقيقه والله، لما بتحصل حاله وفاه عندنا في الحاره الشارع كله بيلبس اسود، الستات كلها بتلبس اسود، هو مش قاربهم بس من الحاره، مجرد من الحاره. طبعا حضرتك متخيله ان تلاقي الكلام ده اهو في المناطق الجديده؟ مش لا. ممكن ما يحصلش ابدا. عم محمد ايه طموحاتك واملك لشغلك للكلوك للبزنس ده بتاعك؟ شوفي حضرتك بالنسبه للبزنس بتاعي انا اتمنى ان انا اكون يعني احسن مخللات في مصر كلها تبقى عندي. احسن مخللات في مصر كلها؟ طبعا اتمنى ان انا اكون احسن حاجه عندي تكون موجوده، ده بالنسبه لمستوى الشغل يعني. والمستوى الشخصي ان ربنا يدينا الصحه ليا ولاخواتي ولاولادي، طبعا اتمنى لهم الخير كله. والمستوى البلد اتمنى مصر تبقى حاجه جميله وتبقى احسن بلد في الدنيا كلها. يا رب يا محمد اتمنى ده كله لينا كلنا يعني، ربنا يخليك. الله يخليك. قبل ما نمشي عايزين ندي لك بقى هديه صغيره من عندنا. تعالي يا ساره، ده كتير قوي. زميلتنا الفنانه ساره، الله الله، ده صوره 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 دي اجمل من الحقيقه، اجمل من الحقيقه كمان. لا لا بس هي حلوه برده جدا. لا جميله جميله والله، تسلم ايديك. الاكل نعمه كبيره قوي، وبلدنا كلها اكيله، واللمه دايما بتاكل. شوف اكلنا في وسط العيله، تلقى الصواني اشكال والوان، وتشوف ولايم وعزايم، وان جيت تقوم تغسل ايدك يحلف عليك ما تروح قايم، واللي تقول لك خد دوق دي عاملاها ليكم بايديا، تعزمني انت المره دي وانا هعزم المره الجايه.